كشف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد عن تحسين تدفق شبكة الإنترنت لأزيد من 2 مليون مشترك، كما حققت السلطات المعنية 78% من هدف الربط بالألياف البصرية. يأتي ذلك خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، وهذا رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. التغطية لميس بن بارك. سجل ارتفاع ملموس في عرض النطاق الترددي الدولي La bande passante internationale, مما أدى إلى مضاعفة سعة تدفق الإنترنت لفائدة أكثر من 2 مليون مشترك. كما قامت الحكومة بتكثيف شبكة الاتصالات الوطنية مع إعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية خاصة في المناطق الحضرية بهدف تسهيل بروز المدن الذكية، حيث تم إنجاز أكثر من 7000 كيلومتر من وصلات الألياف البصرية بما يعدل 78% من الهدف المسطر. سجلت الحكومة في سنة 2020 فقط أكثر من 133 ألف ولوجا جديدا في تكنولوجيات FTTX و 167 ألف ولوجا في تكنولوجيات الجيل الرابع LTE.